يقول: من أصيب بالسحر ويشعر بالضرر الكبير، هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليفك عنه هذا السحر؟ يا أخوان، ما كان المسلمون يعرفون هذا، ولا يجوز الذهاب إلى الساحر ولا إلى الكاهن، لا يجوز التداوي بالحرام، الحرام مجرد الحرام لا يجوز التداوي به، فكيف بالكفر؟ السحر كفر ولا يجوز التداوي بالكفر، هذا لا يجوز، ولا يحسن بطالب علم أن يتفوه بهذا الكلام أو يقول هذا الكلام وينشر بين المسلمين، فاحذروا من هذا القول.